هلا نحن خلينا نبدا من امبارح، لانه ما قبل كنا بنعرف امبارح المساء. امبارح المساء اللي صار، اللي ايضا تغير بالحراك، هو انضمام الجناح الاخر من المؤسسه الدينيه للمحتجين. يعني طبعا كان الشيخ حمود الحناوي امبارح موجود في صرح سلطان باشا الاطرش مع المتظاهرين اللي كل يوم عم بيعملوا تظاهره ليليه او المعتصمين هناك، وقال بانه نحن مع مطالب الشعب والى اخره. وهد يعني طبعا ردد الهتاف خلفه المتظاهرون: يسقط بشار الاسد، يسقط حزب البعث. من حوالي دقيقتين صدر بيان مكتوب عن الشيخ الحناوي، فقط اقرا جزء صغير جدا، وهو يقول: من حق المواطن ان يطالب بصوت جريء ووقفه لا رجعه عنها لإيجاد الحل الحاسم، فللصبر حدود. نهيب بأبنائنا أن يثبتوا للجميع أن موقفنا موقف كرامة، والحرص على آدابها والحفاظ على مؤسسات الدولة الرسمية العامة والخاصة وعملها. يعني جميل هذا جدا. اليوم من حوالي دقيقتين أو 3 دقائق صدر هذا البيان عن الشيخ الحناوي. الحناوي، يعني نحن عم نشوف استاذ نورس، يعني لو قاطعتك واكيد حنكمل بالمعلومات اللي حتعطينا اياها، الشخصيات الاعتباريه دائما عم تنادي بسقف مطالب عالي جدا، وعم تقول ما في رجعه، وصلنا لنقطه اللا عوده، بالاضافه للحفاظ على المؤسسات العامه. هذا الخطاب موحد من المتظاهرين، من الشيخ الحناوي، من الهجري. فشو دلائل هذا الخطاب الموحد بين الناس وبين كمان الشخصيات الاعتباريه؟ الحقيقة لطالما كانت المؤسسة الدينية هي حاجز بين الناس وبين الشارع بصراحة. يعني لطالما كانت المؤسسة الدينية دائما تمتص غضب الشارع، تحاول أيضا تقديم وعود، وبأن يعني ما بدنا نروح للصدام، ما بدنا دم. هلأ نفسر بعض المواقف ولا نفسر، ندين المواقف الأخرى لمشيخة العقل باختلاف أطرافه. ولكن اليوم نحن أمام حالي، ماذا يعني انضمام المؤسسة الدينية بشكل لا رجعة فيه إلى الشارع؟ يعني هنالك تغيير قادم لا محالة، هنالك تغيير يعني بكل المقاييس. أيضا الخطاب الذي يتبعه اليوم مشيخة العقل أو المتظاهرين أو حتى رجال الكرامة، هون لازم نحكي عن الثالوث اللي أصبح موجود بالسويد اليوم واللي بيدعم هذا الحراك، بس نحكي عن الخطاب، هو خطاب سوري جامع. لم نسمع أي خطاب يتحدث عن الدروز، لم نرى أي لافتة كتبت نحن نطالب بوطن مستقل للدروز، نحن أبدا. اليوم الخطاب خطاب وطني واعي جدا 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 من أبناء السويداء، إن كان من الشارع أو المؤسسة الدينية أو حتى من حركة رجال الكرامي. نحكي عن أستاذ نورس، عم تسمعني؟ إذا يعني كان انقطع الاتصال مع الأستاذ نورس، أكيد حنرجع له مرة تانية. كنا عم نحكي عن معنى انضمام المؤسسة الدينية بشقيها إلى الشارع ومطالب الشارع، وأيضا كنا عم نقول ونلفت نظر إنه هذا الخطاب الذي تتبناه التظاهرات مع الشخصيات الاعتبارية، مع قادة الحراك، هو خطاب سوري جامع لا يتحدث عن أي فئة من السوريين. ومثل مبارح ضيوفنا كانوا عم يأكدوا إنه الدروز لا يمكن إلا أن يكونوا يعني ضمن الهوية الوطنية السورية. رجعت لنا من جديد أستاذ نورس، ونأسف على قطع الاتصال، ما بعرف اليوم شو الأخطاء التقنية كتراني. تفضل. بسيطة يعني طبعا لخصتي بالنهاية وصلنا له أنه خطابنا السوري هو خطاب جامع بالفعل لخطاب السويداء اليوم. هي ترفع شعارات الثورة اليوم. اليوم بالفعل، اليوم طبعا خلينا نثبت هذا الموضوع، أكبر تظاهرة بتاريخ المحافظة اليوم، أهالي السويداء، أهالي مدينة السويداء عم يستقبلوا الوفود اللي يعني بتقدم من بقية القرى. وهذا هي عادات السويداء في الأعراس. في الأعراس طبعا بيكونوا خلينا نقول المركز الرئيسي تبع اللي هو بيت العريس، وبتأتي طبعا الوفود من بقية القرى بالأغاني وبالأهازيج الشعبية المتعارف عليها. ولكن اليوم بعد انتهاء الأهازيج والترحيب بالضيوف، يتحد الجميع على نفس خطابات الثورة. يعني منذ قليل كان هتاف يصدح بشكل كبير جدا: دم البلعوث، رأس الأسد محله. طبعا ما زالوا حتى الآن أهل السويداء يعرفوا تماما أن النظام قام بتصفية الشيخ أبو فهد وحيد البلعوث عام 2015 بأكبر تفجير شهدته المحافظة بسيارات مفخخة. أيضا كانت هنالك سيارة مفخخة أمام المشفى المدني. يعني اليوم السويداء إلهم صولات وجولات بهذا الموضوع. الثأر لا ينسى عندهم، الثأر، وبخاصة إذا كان الثأر استهدف أحد رموزهم. صح. لذلك أعتقد اليوم الناس جادين بمحاسبة بشار الأسد والمسؤولين، الناس لن يعودوا. وهنالك خبر يعني للأسف عرفته قبل قليل، اليوم بيطلب فوزات شقير أمين فرع الحزب استقطاب يعني تعزيزات من أجل حماية الفرع بين قوسين. طبعا قدمت، أعتقد قدمت 20 حافلة مبيت الساعة 5 الصبح اليوم، إضافة لسيارة دوشكا.
يعني وهذا ليس تصريح من مسؤولي نظام ميليشيا أسد فقط، لابن عمة بشار أسد اللواء المتقاعد رياض شاليش، يعني طالب الجهات الأمنية بأن تقمع الحراك في درعا أو السويداء، إما تتخذ قرارات اقتصادية جريئة، ونحن ما بنعرف شو يعني جريئة، أو هيك حرفيا تخرس تلك الأصوات. دائما نحن كسوريين بنعرف انه هذا النظام وازلامه هو نظام مجرم ديكتاتوري يستخدم القوه الغاشمه، ودائما لضيوفي عم اسال هذا السؤال، في مخاوف من ردود فعل عنيفه من استخدام قوه غاشمه لقمع هذا الحراك المحق لاهالي محافظه السويداء وايضا درعا؟ جميل، ذكرت لك الثالوث بالبداية، وهي برجع له بهي النقطة، برجع له ثالوث. عندك شارع ثائر، عندك مؤسسة دينية مباركة للحراك، وعندك حركة رجال الكرامة اللي هي أكبر حركة أهلية مسلحة وعندها سلاحها وعندها رجالها وعندها صولات وجولات في 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 قضايا الحرب جاهزة لحماية المتظاهرين. إذا يعني لن يدخل النظام لقمع المتظاهرين، هو سوف يدخل في حرب مع أهالي السويداء. ولهذا لحد الآن نرى هذا الصمت المريب للنظام، نرى هذا التردد للنظام بعدم التدخل في السويداء. أنتجت السويداء منذ 2013 لليوم حالة أهلية تمثلت بحركة رجال الكرامة وبعض الفصائل المحلية الأخرى. هذه الحركة كانت شعاراتها واضحة وصريحة، لم يستطع محاربتها ولا اتهامها بالإرهاب ولا اتهامها بالتشدد. هذه الحركة كانت همها الأول والآخر حماية الجبل وعدم الاعتداء خارج حدود الجبل. يعني هاي الجماعة أنه نحن إشي بصير خطر على أهلنا داخل السويداء نحن جاهزين نحميهم، يعني نحن لا حركة سياسية ولا شيء، حركة أهلية محلية. وهنا النظام يخشى تماما الصدام مع أهل السويداء، وجرب، بتعرف يجرب عام 2018 من خلال الدواعج في شرق المحافظة. يعني تخيلي كان عدد نحن سميناهم الفزعة حوالي 50,000 شخص من أبناء السويداء اللي خرجوا، في ناس خرجت ببارود الضغط، في ناس خرجت ببارود 12. يعني صحيح، بالفعل هنالك يعني حيكون في مجازر إذا فكر الدخول بقوة إلى السويداء. يعني نحن نتمنى أن لا يتم هذا الموضوع، أكيد الله يحمي الجميع يحمي أهلنا بالسويداء. في تعليق على الحلقة أستاذ نورس وليد عم يسأل ليش بقية المحافظات مطنشين وعم يتفرجوا، يعني ما بعرف شو قصده بقية المحافظات، وجوز قصده بالمناطق اللي تحت سيطرة ميليشيا أسد. برأيك رح يطول هذا الصمت ببقية المحافظات يعني اللي ما طلعت ساندت هذا الحراك، ولا في عندهم مطالب أخرى ممكن يكون؟ خليني جاوب السيد وليد. يعني نحن من بداية حراك السويداء لليوم عم توصلنا عشرات الرسائل بشكل يومي من بقية المناطق السورية، الله حيهم ونحن معكم ونحن عنا ظروفنا. برجع لك الحالة الأهلية اللي خلقتها أهل السويداء قادرة تحمي المتظاهرين، ولكن بقية مناطق النظام، يعني حتى درع الجارة تم الاعتداء عليها من قبل القوات الأمنية للمظاهرات مثل ما شفنا، وتم إطلاق النار امبارح أو هو امبارح على لذلك في ناس كثير عم تغلي، في ناس كثير حابه تنزل في مناطق سيطره النظام، ولكن ليس هنالك حاله تقدر تدعمها. يعني هون الناس بدها تعتمد على حاله او على العدد الكبير اللي بده ينزل، او الاعتماد على الانشقاقات ببعض المؤسسات الامنيه في الدوله اللي ممكن تدعم حراك الشارع في بقيه المحافظات. طبعا انا وياك بنامل انه كل سوريا تنزل على الشارع، بس كمان نحن ما فينا نحمل الناس اكثر من طاقتها بصراحه. صحيح، مع هذا النظام ومع اللي شفناه طوال 12 سنة، يعني احنا بنعرف شو ممكن يعمل بالمدنيين وبهذه المطالب المحقة. بما انه عم نقول انه وصلنا لنقطة اللاعودة مع هذا الثالوث، الشارع الثائر، المؤسسة الدينية، حركة رجال الكرامة، لأيمتى يعني هذه التظاهرات، لأيمتى أهالي السويداء والنشطاء و الشخصيات الاعتبارية فيهم يصمدوا بهذه المظاهرات، فيهم يضلوا مستمرين على هذه المطالب؟ المطالب مستمرة، المطالب مستمرة حتى تحقيقها، ولكن إلى أمتى سيستمر الشارع؟ الشارع له يعني له حمل معين، بعدين أنت بتعرفي بيتراجع بأي محافظة من 2011 بتوصل للذروي بعدين بتتراجع، وهذا أمر طبيعي، بعدين يعني بتاخذ مناسبات لتطلع لهون. يعني أو من أجل هذا الموضوع لازم أهالي السويداء يطلعوا بحل عملي، يطلعوا بقرار عملي. يعني حكينا كثير أنه المفروض هذا الحراك يفلس قيادات تقدر تشيل المسؤولية عن أجهزة النظام. أول شيء تفعل الضابط العدلية في السويداء، تقدر تفعل دور جهاز الشرطة، تلغي تواجد الأفرع الأمنية بشكل كامل عن أراضي المحافظة،
تستطيع تكون مجلس محلي يشتغل وفق القانون السوري وفق قانون الإدارة المحلية ودير المحافظة بنفسه، إضافة إلى السعي، لأنه النظام راح يقطع طريق دمشق السويداء، راح يمنع الطحين عن الدخول إلى أهل السويداء مشان يموتهم من الجوع، حملة وعملها في لمنطقة مضايق وعملها في محاصرة. زمدان. صحيح، يعني تماما هاي سياسة تماما. الحصار. فنحن عندنا خيار أيضا، خيار أهل السويداء وأهل الدرعة بالضغط باتجاه فتح معبر ذيبين مع الأردن. هذا المعبر قد يكون شريان حياة لأهالي المنطقة الجنوبية، إن كان أهل درعا ولا أهل السويداء، في استمرار في طبعا. والنظام اليوم النظام متخلخل، يعني إذا بدنا نحكي، إذا بدي أحكي من طابع شخصي، أفضل له النظام يترك الناس تدير حالة بحالة أحسن ما يفوت بهذا الصراع، لأنه ما عاد قادر يتحمل. النظام وصل لدرجة، بالعكس هلا هو مبسوط كثير، السويداء ما عم يفوت له مواد، ما مضطر يعني يعطيها شغلات، اليوم موفر عليه كثير، حتى الدوائر تبعه ما عم يداوموا الموظفين فيها، فما في مصاريف. يعني بالنسبة له كل ما كنا امبارح عم نقول نحن المعروف عن منطقة السويداء أنه النظام أهمل تماما المحافظة وبنيت بأموال وسواعد أبناء المغتربين أصلا من قبل الثورة السورية. عم تحكي كنت عن فتح معبر مع الأردن، وكان في مطالبات بفتح المعبر، ممكن يكون في استجابة من الأردن لفتح المعبر بضغط دولي، بضغط من الأهالي، بالاتفاق ما بعرف مع ميليشيا أسد، يعني متوقعين هذا الشيء بالأيام القليلة القادمة، بما أنه يعني التصعيد العسكري مستبعد حاليا مثل ما فهمت من كلامك؟ طبعا يبقى خيار، هو مستبعد ولكن أكيد يبقى خيار أكيد. بالنهايه ما في التصعيد حدا لانه بيحذر يا استاذ هذا نورس نظام عن النظام. قذر تماما تماما، نظام قذر، يعني ما فيك تحذري له، يعني ما عنده. المهم بس هذا المعبر على فكره كان معبر نظامي واشتغل عده اشهر، وبعدين النظام وقفه، ما بده اي شريان حياه يدخل الى اهالي السويداء، حتى طريق الحج اللي كان المفروض يدخل من طريق السويداء ويختصر 150 كيلومتر على الحجاج ايضا وقف الاعمال، الاعمال طبعا وصلت الى منتصفها الى نصف المحافظه، وحول الطريق عن السويداء، اخرج الطريق من السويداء. النظام دائما ما كان حاقد على هذه المحافظه، وزاد حقده طبعا خلال السنوات الماضيه بعد التصرفات اللي قامت فيها المحافظة، ومنها منع التحاق أبناء بجيش الأسد. على كل الحالات المعبر، هل المعبر قابل للتحقق؟ هل المعبر موجود، فقط هنالك يكون هنالك إرادة أردنية بهذا الموضوع وبتم العمل عليها، ولكن الأردن أيضا الأردن تحتاج إلى قوة محلية تحمي هذا المعبر في حال فتحته مع السويداء. يعني هي بحاجة إلى قوة تضمن المنطقة الجنوبية، يعني ما بدنا نضل نحكي سويدا، نحن نحكي سويدا ودرعا لانه الهم واحد والمصير واحد ومشترك دائما. اي شيء بدهم عصب للحياه هذول الجماعه بهذول المحافظتين، المفروض يكون عندهم اداره محليه تقدر تدير هذا المعبر وتدير المناطق ريثما يسقط الاسد ويتم تعميم اللامركزيه في بقيه المناطق السوريه. يا رب يكون يعني سريع عن الخيارات سقوط الاسد، هذا أحد الخيارات المطروحة واللي عم ينحكى فيها كتير. عصيان مدني، تظاهرات في جنوب سوريا، درعا، السويداء، بعض الاحتجاجات في دمشق وريفة، عم نشوف في أصوات يعني عم ترتفع من أبناء المنطقة الساحلية. كل هذا برأيك إنه مرتبط ببعضه، ولا خلص الناس كل منطقة بحسب طاقتها، بحسب الخسائر اللي خسرتها من بعد حرب بشار أسد ضد شعبه، في ما عاد يعني حدا يقدر يتحمل؟ حتى بالساحل عم نشوف بعض الأصوات اللي عم تنادي يعني بالتغيير على الأقل. ديما تماما كما حصل بال 2011، بالبدايه كنا نقول هل سنصل الى ممكن الناس تخرج مظاهرات، خرجت مظاهرات، هل ممكن الناس تهتف، هتفت حريه. لاحقا اذا بتتذكر من 2011 لاحقا ارتفعت سقف المطالب من حريه الى تغيير الحكومه، من تغيير الحكومه الى اسقاط النظام، وصلنا للسقف. وهي نفس الشيء نحن عندنا اليوم، طالما خرجت اصوات من الساحل هذه الاصوات لن تخرس، لانه كل يوم عن يوم عم بتزيد. يعني لاحظي طلع اول مره كنان وقاف، وبعدين تابعت وراء بقية الناس. اليوم في تحدي من الساحل إنه أنت السلاح اللي وزعته على الناس، هذا السلاح بده يقلب ضدك. يعني هي كمنطقة الساحل، يعني بستغرب من المناطق اللي عايشة على يعني اللي بالفعل مثل دمشق، مثل قلب مدينة دمشق. مدينة دمشق فيها قسم كثير كبير من المثقفين، من فيهم يعملوا أي حركة احتجاجية. يعني مش مطلوب منهم ما تنزل وتقول يسقط بشار الأسد، لأنه راح تعتقل وراح تنضرب إلى آخره، كونك ما عندك حدا يحميك، ما عندك ظهر يحميك. ولكن على الأقل عبر بطريقة حضارية، طريقة راقية، عن يعني عن همومك المعيشية، على الأقل بس عن همومك المعيشية. أنا غير راضيان عن هذا الواقع فقط لا غير، وهذه مع الأيام
تتراكم وبتصير. ونفس الشيء حكينا بموضوع الساحة، اللي هي عملية تراتبية وتراكمية. صحيح، مع استنزاف البلاد والطاقات البشرية وحتى الطاقة النفسية للناس، ونعرف السويدة أكثر المدن يعني اللي مستنزفة من قبل بطاقات البشرية، وحصار الحالي يعني عم يخلي كمان شباب تهاجر مثل أغلب السوريين. عم نقول إنه في سيناريوهات كتير متوقعة، بحسب رأيك، بحسب وجهة نظرك ومتابعاتك، بسؤالي الأخير طبعا، شو متوقع السيناريو الأخير سراعا؟ يعني شو ممكن يصير؟ هو سؤال صعب، ولكن صعب. قلت لك هو بيعتمد، قد يكون هنالك اجتماع خلال الايام القادمه لوجهاء الجبل والمؤسسه الدينيه، قد يكون بين قوسين يخرج عنه نتائج عمليه لاداره هذا الحراك واداره هذه المحافظه. هذا احد الخيارات، السيناريو المتاح. قد يكون هنالك سيناريو ان يحاول النظام دس بعض الشخصيات او تنفيذ تفجيرات داخل المحافظه، يعني مشان يخلي الشارع يتراجع قليلا، وهذا ليس لمصلحته، لانه الشارع بعد عده ايام راح يرجع يجمع حاله ويطلع من اول وجديد. فاعتقد هذه الامور الان رهن بايدين ابناء المنطقه الجنوبيه، ان كانت السويداء او درعا.